هلو مطعم الدولار معك. يا ميت اهلا وسهلا، يا حياك الله. وين عند مستشفى الميزان؟ اعطيني عنوان بالضبط الانفورميشن. حياك الله، بيصلوك 5 دقايق بكونوا عندك. ميت اهلا وسهلا حبيبي، الله يرضى عليك. هلا هلا. زلمه منو زلمتك؟ اقسم بالله مصريين يصير بيلعبوا قاعدين يا زلمه. حسب ما حكى لي 5 دقائق انا عارف جوعنا يا زلمه. اخ اذا انت جوعت انا شو اقول يعني؟ اللي بعتلها ما ردتش لليوم. جاي هاي صوت هاي صوت هاي اجل انه جاي. طب اسمع اسمع شوف شوف كيف بدنا نكش راس عليه. طلع طولت يا زلمه، الحاج قال لي 5 دقائق. انت طلبت الوجبات؟ بالضبط. يعطيك العافيه ابو الشباب، شكلك نسيت تعطيني الحساب. الحساب ليوم الحساب يا زلمه. حساب ليوم الحساب مش مشكله، حياك الله، بس بنصحك الحساب اليوم ارخص. السلام عليكم. بس بنصحك الحساب اليوم ارخص. السلام عليكم. السلام عليكم. الحساب اليوم ارخص. بس بنصحك. الحساب اليوم ارخص. طب استنى اعطيك حساب. بمزح معك انا، بس نسيت يعني راح عم بالي عشان ملتي في المستشفى مع الحج. بمزح معك. حياك الله يا سيدي. ابو الشباب، شكلك نسيت تعطيني الحساب. الحساب ليوم الحساب يا زلمه. حساب ليوم الحساب مش مشكله، حياك الله، بس بنصحك الحساب اليوم ارخص. السلام عليكم. بس بنصحك الحساب اليوم ارخص. والله لازم تعرف النظام، فعلا كلمته مظبوطه، فعلا اليوم الحساب ارخص بكثير بكثير بكثير. شايف انه ما عمرناش فكرنا فيها، ما عمرناش حطيناها في بالنا انه نوقف قدام رب العالمين بده يحاسبنا. يا زلمه انت بتحكي على وجبات وتأنب ضميرك، ما بالك اللي ماكلين خواته؟ زلمه ما بالك اللي اخ ماكل حق اخوه؟ ما بالك اللي بيبيعوا اراضي قاعدين كله مصارب حرام بحرام، ومفكرين كل الحياة مصاري، ونسين انه في اخرة، نسين انه في الله وقفوا قدامه ويحاسبهم. بالفعل يا منجد، اليوم الحساب بالدرهم وبالدينار بالمصاري، ويوم القيامة الحساب عند ربنا بالحسنات والسيئات. اغلى بكثير.